هنا ولست هناك ولست هنا. مساء الخير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الخاصة من برنامج أنا من هناك. وليد جنبلاط صاحب العلاقات الصعبة مع دمشق. بدأت هذه العلاقة بعد نحو 40 يوما من اغتيال والده كمال جنبلاط، وعاشت تلك العلاقة ظروفا هادئة أحيانا وفاترة أو متوترة أحيانا أخرى، لكن أكثر ما يميزها الآن استمرار موقفه المعارض للنظام مقابل تهدئة سياسية مع حزب الله. لا شك أن لدى جنبلاط الكثير ليحكي به عن لبنان والفراغ الرئاسي والبرلمان، لكنني سأخصص الحديث هنا عن علاقة وليد بيك بسوريا نظاما وشعبا. مساء الخير وليد بيك، شكرا جزيلا لاستضافتك لنا، وأعتقد أن هذا اللقاء الأول مع تلفزيون سوري. أبدأ من آذار 2010، التقيت ببشار الأسد في دمشق بعد قطيعة، لماذا حصل ذلك اللقاء؟ جرى هذا في ظروف تصالح عربي، يعني سمي آنذاك سين سعودية وسورية، وذهبت إلى دمشق بعد زيارة سعد الحريري، وكان يعني أتى في سياق طبيعي إذا صح التعبير لتطبيع العلاقات وفتح صفحة جديدة، وأنا ذاك كان شعار المرحلة تفادي الارتدادات المحلية حول ما يسمى حول القرار الظني إذا ما صدر للمحكمة الدولية. هذا كل الموضوع. واستمرت اللقاءات إلى منتصف العام 2011 في حزيران تحديدا، زرت الأسد أيضا في دمشق، ماذا دار بينكما خلال ذلك اللقاء؟ في آخر لقاء معه أعتقد في 9 حزيران التقيته، وكان برفقة رفيق غازي العريضي، وأنا ذاك كان حديث يعني خيالي إذا صح التعبير. قلت له هل علي الأمان؟ قال تفضل. قلت له ما قصة مع حمزة الخطيب؟ قال لي لم نعذبه، واستدعيت أهله وقلت لهم إن جثة مع حمزة تحللت. أجبته لكنهم قتلتوه. قال نعم قتلناه. والسطر ده هنا ليقول أو ليبرر بأن سوريا لا تملك جهاز شرطة كفو. واستمريت، قلت له طيب لماذا لم تحاكم عاطف نجيب؟ أجاب عاطف نجيب المسؤول عن اقتلاع أظافر الأطفال درعا. فأجاب لكن يجب أن أحدا ليتقدم بشكوى إلى المحكمة، يعني وكأننا نعيش في منطقة من سويسرا أو من ألمانيا. ثم وكأنه كان يقرأ بأفكاري، قال أتاني وفد من الفنانين التشكيليين السوريين. يعني استغربت ما علاقة الفنانين التشكيليين السوريين بالحدث، وقالوا لي هو يتكلم سيادة الرئيس نحن خائفين عليك لأننا نظن بأن يعني أحد آخر يحكم. فأجبتهم، وهذه رواية بشار، لا أنا موجود وأنا أحكم، ولكن يجب على الناس أن يهابوني. أجبته عندها شخصيا، قلت له سيادة الرئيس على الناس أن يجب عليهم أن يحبوك لا أن يخافوا منك. وتقريبا انتهى الحديث، لأننا كنا نتحدث في مجال اكتشفت فيه شخصيتين، الشخصية اللائقة والدمثة إذا صح التعبير، والشخصية الأخرى الرهيبة المخيفة. وكان آخر لقاء معه والحمد لله. نعم. طب لكن بالضبط، لأننا لا نعيش في سويسرا، يعني هل كنت تتوقع فعلا أن يحاكم عاطف نجيب؟ لا، لكن سألت هذا السؤال لأن كنت أعلم بأن عاطف نجيب مسؤول عن ما جرى، وحافظ مخلوف لاحقا لما جرى في درعا. وحتى هو الرئيس وفريق الرئيس لم يذهبوا إلى درعا، على الأقل لتقديم التعازي،
لمحاسبة المسؤولين، وفي أولهم وفي مقدمهم عاطف نجيب. لذلك لأن لسبب بسيط، قبل هذا اللقاء وفي اللقاءات سابقة مع المسؤولين بالتحديد مع أبو وائل محمد نصيف، في أواخر أذار كان يقول لواء محمد نصيف، كان يقول إما نحن إما هم، إما نحن إما هم. وأنا تاك اخترعوا تلك الأسطوانة السخيفة التي لاحقا خربت سوريا، العلويون والدروز إلى التابوت، والمسيحيين إلى بيروت. لكن هذا في بداية الحراك السلمي الذي استمر ستة أشهر. صحيح. طب وليد بك، يعني كنت من أوائل المؤيدين للثورة السورية، وأنت معروف بمواقف سياسية براغماتية معينة، لماذا اتخذت هذا الموقف الواضح منذ البداية؟ لسبب بسيط، لأن من حق الشعب السوري بعد أكثر من 40-50 عاما من القمع، من السجن، بأن يتحرر. لسبب بسيط، يتحرر من هذا القيد الذي فرضه النظام السوري، حزب البعث، منذ بداية صح التعبير الستينات أو أواخر الستينات. يعني هو كان هذا يحق كان له في أي لحظة، كان تحرك طبيعي، كان تحرك طبيعي كالشعب المصري، كالشعب التونسي، كانت آنذاك الربيع العربي. ونعم، الربيع العربي الذي فيه قام الشعب العربي، أراد الحرية والكرامة نعم. ورغم طبعا موقفك المعارض بوضوح للنظام السوري والمؤيد للثورة، لديك علاقات جيدة إن صح التعبير مع حزب الله. هل هو موقف مبدئي في سوريا وواقعي في لبنان؟ عندي موقف صريح مع حزب الله، وحزب الله هو حركة مقاومة. طبعا هنا نظمنا الخلاف، اتفقنا على تنظيم الخلاف مع الحزب، اعترضنا على الموقف بما يتعلق بمساندة النظام السوري، اعترضنا سياسيا، ولاحقا طبعا اعترضنا على تدخلهم كما تدخل فرقاء آخرون من 14 دار. لكن هذا لا يلغي الفرضية بأن في النهاية بسجل الحزب بطولات في مواجهة إسرائيل، لكن طبعا اختلفنا عن الموضوع السوري. وهنا لأنهم كما ظن النظام، ظنوا بأن النظام السوري يستطيع أن يقمع ببضعة أسابيع الثورة، وهذا لم يحدث، ونحن اليوم على مشارف العام الخامس من الثورة، من الانتفاضة. نعم، لكن يعني كيف توفق فعلا بين دعمك للثورة وبين موقفك من حزب الله، يعني المتورط عسكريا الذي يرسل أبناءه وشبابه للقتال ولقتل الشعب السوري؟ صحيح، متورط عسكريا، لا أخفي هذا الأمر، هذا أمر معروف. لكن هناك معادلة مع الأسف دولية، إقليمية ودولية، الصراع على سوريا من جهة روسية والجمهورية الإسلامية، إلى حد ما الصين مع النظام السوري، ومن جهة ثانية ما يسمى أصدقاء الشعب السوري، وهنا علامات استفهام كبيرة على هؤلاء، من تركيا إلى الولايات المتحدة إلى السعودية إلى قطر إلى آخره. هناك صراع على مستقبل سوريا. نعم. على حساب الطموحات، مع الأسف على حساب الطموحات الوطنية المشروعة لهذا الشعب السوري على حساب. هل كنت من أنصار مقولة شهر وشهرين وبتخلص؟ أبدا، لقد خالفت آنذاك المسؤولين في الحزب وقلت لهم لن يستطيع نظام أن ينتهي من الانتفاضة كما تظنون. لأني كنت أسمع المقولة في دمشق بأن يعني بعد أسبوع تنتهي درعا، دارع شبه محرر اليوم. وخالفت الفريق الآخر 14 دار الذي ظن بأن النظام السوري سيسقط كما سقط بن علي ومبارك ببضعة أشهر. نعم، لماذا؟ لأنني أعلم منذ زمن طويل تركيبة هذا النظام، التركيبة المعقدة لهذا النظام التي بين الأمنية والطائفية وإذا صح التعبير والقمعية. النظام بني بناء مدروسا يعني أمنيا
ليست بهذه السهولة لينهار، ثم ليست القضية كما كان يجري في الماضي في سوريا، عندما كانت يأتي لواء من قطنة مثلا إلى دمشق ويقيم انقلاب ثم يعود إلى قطنة. الموضوع مختلف، نعم الموضوع مختلف تماما. التركيبة التي حاكها بمهارة لا شك حافظ الأسد لا تسقط بهذه السرعة. ومن بعده بشار الأسد. ومن بعد بشار الأسد استخدم في النهاية بشار ورث التركيب التي بناها الأب. نعم، كيف ترى موقف دروز سوريا من الثورة؟ وكثيرون منهم انضموا إلى قوى الدفاع الوطني التي تقاتل إلى جانب النظام وترتكب جرائم يندى لها الجبين. ذهبوا ضحية الشعار الذي تحدثنا عنه، الذي شعار ما يسمى ب حماية الأقليات أو تنسيق بين الأقليات، ذهبوا ضحية هذا الشعار الدروز والعلويين والمسيحيين، وانساق وراء هذا الشعار، وكان ودخلوا في الأتون، أتون القمع ضد الشعب السوري. الوطنيون منهم من بقى في سوريا، منهم من عذب في السجون السورية، منهم من هرب، منهم من لا يوافق، لكن أعمل جاهدا بضمن طاقاتي المتواضعة على دائما القول لهم أنتم سوريون قبل أن تكونوا أن تنتموا إلى هذا المذهب أو ذاك. يعني لا ننسى ماذا فعل بشار الأسد بطائفته بالعلويين، هناك عشرات الآلاف من القتلى اليوم بهذه الشريحة العربية السورية. هل بال بهم؟ أبدا. هل يبالي؟ أبدا. أخذهم إلى نقطة اللا رجوع. هل يبالي بالعشرات بالملايين من المواطنين السوريين الذي هجروا في الداخل أو في الخارج؟ أبدا. ذهب إلى تدمير سوريا، وهذا الأمر اليوم. ومجددا العودة إلى الدروس، أقول لهم لا يمكن مصيركم مع الشعب السوري، مصيركم واحد 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 واحد، الشعب السوري واحد. فعلا برأيك الشعب السوري واحد اليوم بعد 4 سنوات من هذا العدد الكبير من القتلى والدمار النفسي والمادي؟ لست متشائم. ليست الثورة الأولى في التاريخ ولا آخر ثورة في التاريخ. في كل الثورات في التاريخ هناك حروب تقريبا أهلية. هذه الثورة الفرنسية، هذه ثورة الأمريكية، حرب أهلية طاحنة. ثم استقرت الأمور على نهج جديد. لكن أصدقاء سوريا، هنا الخبث لأصدقاء سوريا، لم يوفروا للشعب السوري، للجيش السوري الحر. وبالمناسبة أشكر الجيش السوري الحر على نعم كنت أسألك على البيان، على البيان نعم على البيان الموجه إلى العرب الدروز في سوريا. لم يوفروا هؤلاء السلاح المطلوب، وبالتحديد السلاح المضاد للطائرات. بأوج معركة حمص وأوج معركة باب عمر كان مطلوب سلاحا مضادا للطائرات، وحتى هذه اللحظة مطلوب هذا السلاح، لأن لا يزال يستخدم بشار الطيران بكل أنواعه لقصف وتدمير المدن السورية. وهذا هو الخبث الغربي الأمريكي وغير الأمريكي العربي لست أدري، التركي ربما لست أدري. هل سيلبي الدروز برأيك دعوة الجيش الحر؟ لست أدري. في النهاية أنا قبل أن أكون أنتمي إلى هذا المذهب أنا عربي، تربيت على العروبة، هكذا كانت تربيتي، تربية كمال جنبلاط، وأنا ذاك طبعا الراحل الكبير جمال عبد الناصر. لست أدري. لكن خلال 4 سنوات من عمر الثورة يعني لم تستطع أنت وليد بيك أن تقنع دروز سوريا بالانضمام إلى صفوف الجيش الحر مثلا، فكيف الآن يمكن أن يعني يقتنعوا بالانضمام إلى النصرة؟ طيب النصرة من هم النصرة؟ أليس هم من الشعب السوري؟ نعم. طيب هم من الشعب السوري في النهاية، النصرة من الشعب السوري، هذا خيار حر لشريحة من الشعب السوري. وسهل جدا على دوائر الأمريكية أو لأحد الموظفين في مكان ما في البيت الأبيض أو في غير البيت الأبيض أن يقول بأن النصرة هي تنظيم إرهابي. لكن النصرة هم شعب سوري. لابد من الفتح صفحة جديدة، من التصالح، لأن النظام يستخدم هذه ما حدث منذ أسبوع أو أسبوعين في عرني. نعم. طيب قادهم أحد ضباط الدفاع الوطني،
قاد المجموعة من عرني وجوار عرني، أتوا من صحنايا ومن القري وغيرها من الأماكن، قادهم إلى الموت وتركهم. نعم. طيب ماذا تريد من دعوتك للدروز إلى العودة للدين الإسلامي والجامع؟ نحن مسلمون في الأساس، نحن كباقي الأقليات الإسلامية، هناك أعتقد 70 فرقة خرجت من الإسلام. نعم. نحن كالإسماعيليين أو العلويين أخي، طبعا هناك تفسيرات أو تأويلات لكل مذهب، أوكي، لكن نحن بالأساس خرجنا من رحم الإسلام. لذلك أذكر الدروز بأن لا يمكن أن يستمروا إلا في هذا البحر الإسلامي، البحر الإسلامي في هذه المنطقة العربية. هل حزب الله برأيك يساهم ب يعني بتمدد أو بلهجة سنية متشددة في لبنان؟ وطبعا إيران مسؤولة ربما بشكل أساسي في سوريا بعد موجة التشيع. لا أوافق على هذا الأمر، على هذا الأمر لا أوافق. يعني اليوم الحديث أو الخطاب السياسي في لبنان يعني وصل إلى حد مقبول من التهدئة من الجانبين، وهذا نتيجة الخطاب الذي الكلمة التي قالها الرسالة توجهها الشيخ سعد الحريري، والجواب جواب السيد حسن نصر الله. وصلنا إلى الحد الأدنى من التهدئة. طبعا علينا أن لا ننسى بأن هناك فضائيات تحرض السنة على الشيعة والعكس، وتلك الفضائيات أين موجودة؟ موجودة في قبرص أو موجودة في بريطانيا وفي بعض الدول العربية، يعني القرضاوي مش مقصر. هناك يبدو مؤامرة، مش مؤامرة، هناك نهج إعلامي للخلاف المذهبي في العالم العربي، علينا أن نحذر من هذا الأمر. نعم. طب القيادي في جبهة النصرة أبو ماري القحطاني أشاد بتصريحاتك وميز بين دروز لبنان ودروز سوريا، هل من شأن ذلك أن يعني يجنب دروز لبنان الانخراط في قتال مع النصرة؟ لن ينخرط دروز لبنان في مع ضد النصرة، وهذا كان عنواني في الجولة التي قمت بها بالعرقوب. عرقوب يعني المنطقة الغربية من جبل الشيخ، حيث التكوين الجغرافي أو صح التكوين السكاني يماثل التكوين السكاني في الجهة الشرقية من جبل الشيخ، أي في سوريا. لن نعم. ينجح أبدا. نعم. وليد بيك، سنتحدث عن المحور الثاني عن التحالف الدولي والعربي ضد داعش، لكن بعد فاصل قصير. أنا من هنا، أنا من هنا، ولست هناك، ولست هنا. أنا من هنا، أنا من هنا، ولست هناك، ولست هنا. من جديد أرحب بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي وليد بيك يلي مستضيفنا عنده. وليد بيك، كيف تقرأ التحالف الدولي العربي ضد داعش؟ يعني هل هو يضر بالنظام أم يعزز بقاؤه؟ يعني من سخريات القدر اليوم أنه يبدو نسي المجتمع الدولي جرائم النظام. نعم. صحيح، عندما نرى صور الإعدام أو الإعدامات الجماعية لداعش، نعم، عظيم، يعني هي يعني ينفر المرء منها، لكن نسينا عشرات الآلاف من السوريين الذين عذبوا، وما من أحد صور آنذاك هذه حالات التعذيب، إلا أعتقد أحدهم فر من سوريا وقدم تقريرا مفصلا إلى الأمم المتحدة، نعم، أخذ بعض الصور. نسينا هل ننسى يوميا البراميل المتفجرة التي تسقط على الأطفال وعلى النساء وعلى الأحياء في المدن السورية؟ يبدو يعني فجأة هذا الخبث المجتمع الدولي، يعني انت يعني هناك أصبح العدو الأساسي كما يقولون داعش، طيب، واليوم انتقل بعد حدث الذي جرى في فلسطين ومقتل مصلين في الكنيسة اليهودي، انتقلنا إلى فلسطين لنتحدث عن الإرهاب الفلسطيني. هذا الخبث الدولي.
طب يعني هل أنت ضد هذا التحالف؟ لم يعطي شيء هذا التحالف، شيء تحالف ضد داعش. نعم. إنني مع تقوية الفصائل الوطنية، وأرفض أن نستخدم كلمة معتدل، الفصائل الوطنية من تنسيقيات ومن جيش سوري حر وحتى النصرة إذا أمكن إعطاء بدعمها من المال والسلاح كي تستطيع أن نصل إلى توازن مع نظام، وربما لاحقا تغيير هذا النظام. نعم، لكن مع صعود خطر داعش يعني هناك أصوات ترى بضرورة التحالف مع النظام، ما رأيك؟ هذه لعبة النظام، أعلم. هو مستميت بأن يقوم بهذه، بأن يقول، أن يقول مقولته الشهيرة، لأنه عندما لم يغير خطابه منذ اللحظة الأولى، نعم، من خطابه في مجلس الشعب 2011 إلى هذه اللحظة، كان يقول دائما إنني أقاتل الإرهابيين. نعم. اعتبر أن يعني غالب الشعب السوري إرهابي. إرهابي، نعم. لم يغير. هناك خوف، لكن يعني علينا أن نحذر، لكن في النهاية هناك أيضا وعي. الشعب السوري لن يقبل بهذا الأمر. الشعب السوري أقوى، الضمير السوري أقوى، مهما كانت التآمر عليه الضمير السوري أقوى. يعني ألا تخشى مثل ما حكيت عن النصرة أن تكون داعش أيضا منا؟ داعش ظاهرة، لست اختصاصي بالحركات الإسلامية أولا، لكن داعش تستقطب، ما يعني لهم آلة إعلامية جهنمية قوية، تستقطب هؤلاء الشباب من العالم العربي، شباب مسلم من العالم العربي ومن العالم الغربي، تستقطب، لأن هناك، لست أبرر ما يفعلون، لكن هناك يبدو يعني فراغا عقائديا وفكريا إسلاميا في عند هؤلاء. نعم. يأتون إلى هذه الحرب، إذا صح التعبير سأسميها الحرب الصليبية بالمعنى المعكوس، يأتون هذا بالألاف، بالمئات وبالألاف، غريب. لأن هناك يعني تراجع في دور المرجعيات الأساسية، يعني كالأزهر نتمنى أن يعود دوره، يستقطب. وهنا أشيد بوثيقة الأزهر التي صيغت في 2012. هناك غياب، هنا تستفيد هذه الحركة المسمات بداعش. نعم. وتستفيد على حساب طموحات الشعب السوري. نعم، لكن يعني برجع بعيد السؤال بصيغة مختلفة، مع تصاعد خطر داعش هل ممكن أن تكون مثلا مع بقاء الأسد وفق مبدأ السيء والأسوأ؟ لا مستحيل. هل أنت متفائل بأن السيء والأسوأ لن يكون لهما دور في سوريا مستقبلا؟ مستحيل، لكنها معركة طويلة جدا، لأن هناك يعني كما يقولون جداول أعمال مختلفة للدول المحيطة بسوريا، كل يريد سوريا على طريقته. مثلا ها هي تركيا في معركة هذه عين العرب، كوبان. الهم التركي هو عدم قيام شريط كردي مستقل، يعني من القامشلي إلى عفرين. لا. يهدد العمق التركي، لأن هناك أيضا نفس التركيبة البشرية كردية. أمريكا ليس هناك قرار لأمريكا، أمريكا في الأساس قرارها إسرائيل. لا. إسرائيل تنظر كيف يعني سوريا تنهار رويدا رويدا وتتمزق. الدول الأخرى لست أدري، دول الخليج أيضا هم يرسلون الأموال، وربما بعض المقاتلين اذهبوا وموتوا في سوريا، لكن أفضل لنا أن تموتوا في سوريا وأن لا تتحركوا في الداخل. نعم. هذه الخبص. نعم. وبالعودة إلى الموقف الأمريكي، يعني أنت تلتقي بمسؤولين أمريكيين، يعني شو تفسيرك أنه نسمع كلاما ولا نرى أفعالا؟ لن يفعلوا شيء، لأن الإدارة الحالية، إدارة أوباما، ورثت الإدارة السابقة لجورج بوش. نعم. الذي ورط أمريكا في حروب دامية ومكلفة في أفغانستان، في العراق، فيقومون اليوم فقط بحركة تجميلية، هي حركة هذا التحالف الدولي في الضرب من السماء. نعم. على أهداف أحيانا لا نفهمها، لا أفهم تحت شعار ضرب داعش لماذا تدمر أهراءات القمح في الجزيرة. نعم. هذا شيء غريب، ولماذا تدمر أبار النفط، هذا وكأنه مطلوب
تدمير سوريا يعني كما يفعل النظام السوري كما يفعل بالضبط. النظام السوري. لذلك لا ننتظر شيء من أمريكا، لأن قرارها الأساسي هو عند الإسرائيليين. نعم، كنت في روسيا نعم، في موسكو، ما رأيك بالموقف الروسي؟ هل فعلا هم مع بقاء يعني متمسكين ببقاء الأسد في السلطة؟ آخر زيارة قبل هذه الزيارة التي كنت فيها في روسيا كان الحديث حول أهمية الحل السياسي، وآنذاك كان الائتلاف لا زال هو القوى المرجحة في يعني في بعد جنيف. ومجددا قال لي، ووافقت مع الوزير الروسي لافروف بأن لابد من حل سياسي. نعم، هنا طبعا نختلف حول الحل السياسي. الائتلاف قال لن نقوم بحل سياسي قبل سقوط النظام. كيف يسقط هذا النظام؟ ماذا يعني النظام؟ ماذا يعني النظام؟ نعم، طيب ماذا يعني النظام؟ طيب هو رمز النظام، لكن هل نسقط المؤسسات؟ هل ندمر الجيش؟ هل ندمر مثلا وزارة الصحة أو وزارة الاقتصاد؟ هل ندمر هيكلية الدولة لنعيد بنائها من جديد؟ وخالف هذا الأمر. نعم، وأنذاك الروس قالوا لا، لابد من مشاركة بعض المعارضة مع النظام. هي مخاطرة. نعم يعني أنت مع الحفاظ على هذه المؤسسات، طبعا، وتحدثت في أكثر من مناسبة عن أهمية الحفاظ على الجيش صحيح. النظامي. برأيك حتى هذه اللحظة يعني ما يزال ذلك ممكنا بعد كل الجرائم التي ارتكبها هذا الجيش لا، بقتل، ليس بالدفاع عن وطنه بل بقتل لا يمكن. هذا الشعب؟ الجيش استخدم من قبل النظام، قبل بشار، لقمع الشعب. نعم، لابد من تطهير هذا الجيش من بعض الرموز الفاقعة في القتل والتعذيب. وطبعا هذا ليس فقط الجيش، المخابرات. لكن بدون جيش كيف سنوحد سوريا؟ كيف هل ستتوحد؟ الجيش قادر على الدفاع عن شخص آخر أو منظومة أخرى غير بيت الأسد برأيك؟ لا يمكن إدانة كل الجيش، نعم، لا يمكن إدانة كل الجيش. عندها تكون العملية السياسية بتطهير الجيش من عناصر الإجرام، ثم كما فعلنا في لبنان، لبنان فعلنا نفس الشيء. طيب آنذاك طهر الجيش من بعض عناصر الفساد، واستوعبنا ما يسمى آنذاك نحن في الحال اللبناني الميليشيات، نستوعب العناصر المسلحة التي أيضا لم ترتكب جرائم، لأن هناك طبعا قوى ارتكبت جرائم طائفية ومذهبية، نستوعبها في الجيش الجديد الذي سيبني معه سنبني سنوحد سوريا وتكون تخرج سوريا جديدة. نعم، وليد بيك، ماذا تنتظر من المحكمة الدولية المخصصة لقضية اغتيال الحريري والمنعقدة جلساتها حاليا في لاهاي؟ منذ البدء عندما قدمت شهادتي في عام 2005 للمحقق ماليس اتهمت النظام ولم أغير، وإذا ما استدعيت سأتهم النظام. ماذا أنتظر؟ يعني لا شك أن هذا عمل جبار قيام المحكمة، لكن أيضا يعني عندما نرى يعني عشرات الآلاف إن لم يكن من الملايين من السوريين الذين شردوا أو قتلوا، يعني لابد أيضا من محكمة خاصة لسوريا. نعم، وإذا كان يعني هناك قرارات هل سيكون لها تأثير برأيك؟ هذه العملية طويلة، هذه المحاكم الدولية قضية جديدة في العرف الدولي، في القانون الدولي. رأينا المحكمة، محكمة كمبوديا، كم استغرقت من الوقت ثم اعتقل ما تبقى من مجرمين، أحدهم هو مسن. رأينا محكمة رواندا لم تصل إلى شيء. المحكمة الوحيدة التي وصلت إلى نتيجة هي محكمة التي أقيمت في لصربيا ويوغوسلافيا السابقة، لأنها مهمة للغرب، لأن صربيا في قلب الغرب. لذلك أتى الحلف الأطلسي للتهدئة ولحل القضية الصربية والبوسنية إلى آخره. نعم، وليد بيك، فاصل أخير ونعود. أنا من هنا ولست هناك ولست هنا. أنا من هنا ولست هناك ولست.
مشاهدينا الكرام أهلا بكم من جديد. وليد بيك، التقيت أيضا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، هل ثمة مبادرة مصرية لحل الأزمة السورية قريبا؟ لم أسمع بمبادرة مصرية لحل الأزمة السورية، لكن الرئيس السيسي قلق على مصير سوريا. وهذا قلق مشروع، لأنه تاريخيا هناك تحالف موضوعي بين مصر وبين سوريا يعود إلى عقود، إذا منذ عام 56 العدوان الثلاثي. هناك كانت علاقة، وإلى حرب 67، إلى حرب 73 الكبيرة إلى آخره. والرئيس السيسي قال بوضوح: إنني لست مع هذا النظام، لكن أخاف على انهيار سوريا، لأن هذا انهار الجيش السوري، وهذا تعبير دقيق للرئيس السيسي، ينهار الأمن القومي العربي، وإنني أشاركه في هذا الرأي. لأن في النهاية تاريخيا هذه هي الكماشة الموضوعية منذ أيام صلاح الدين، مصر وسوريا التي تحيط بفلسطين المحتلة. من أيام الصليبيين إلى إسرائيل. والسفير الإيراني تلتقي به كثيرا. مش كثيرا، عندما يطلب معه هذا. برأيك هل ممكن أن تغير إيران موقفها الداعم بشراسة لنظام الأسد؟ لست أدري، هذه دول كبرى. هناك الدور الإيراني، هناك الدور التركي، هناك الولايات المتحدة، لست أدري. لكن يعني ارتكبوا، لأنهم ظنوا خطأ بأنه ممكن قمع الشعب السوري، دخلوا في تأييد النظام. هل سيغيرون؟ ربما الواقعه على الارض، حتما الواقعه على الارض ستملي عليهم التغيير، اعتقد هذا. وكيف ترى دور تركيا والمبادره التي طرحتها ايضا لاقامه منطقه حظر جوي ومناطق امنه؟ يعني افضل ان يعطى الثوار السلاح المطلوب، وينظموا في جسم واحد ربما الجيش السوري الحر، للوصول إلى معادلة عسكرية تجبر النظام على القبول بالتسوية، بالحوار، ثم بحكومة انتقالية، ثم خروج النظام وجماعته. أفضل هذا إذا أمكن. هل يعني ممكن تحقيق هذا الشيء؟ لكن لا أرى مؤشرات. كما قلت لك، كل من هذه الدول له جدول أعمال مختلف، من تركيا إلى إيران إلى بعض دول الخليج. طبعا أمريكا، سبق وذكرت، أمريكا هي إسرائيل. طيب، الشعار الذي أطلقته بعد العام 2009، لا ننسى لكن نسامح، يعني من اغتال كمال جنبلاط واغتال غيره طبعا، واليوم يغتال الشعب السوري، هل ما زالت المسامحة ممكنة؟ لا، ما من أحد، من قال أن الشعب السوري سيسامح؟ من قال؟ لكن ظروف لبنان مختلفة عن سوريا. آنذاك كنا تحت يعني قاومنا سويا مع النظام السوري، وهذا ليس بسر. قاومنا الطموحات الإسرائيلية في تقسيم لبنان وفي تهديد عروبة لبنان، ونجحنا مع النظام السوري في مقاومة هذا، ونجحنا في إقامة نظام جديد في لبنان ليس بالمثالي، الطائف. لا ننسى، علينا أن نميز بالمراحل السياسية. اليوم موضوع مختلف، اليوم لن يسامح الشعب السوري. وعندما أقول خروج نظام، سيخرج آجلا أم عاجلا، لكن لابد من وضع آلية. طب التعامل الأمني مع السوريين في لبنان، يعني هل يحارب الإرهاب أم يعززه؟ هذا التضييق إلى أين سيودي؟ لم أسمع بتعامل أمني. هناك الأجهزة اللبنانية عملت بكفاءة في مواجهة ما يسمى التطرف، أو بعض المجموعات المتطرفة، إن في طرابلس أو في صيدا أو غيرها من المناطق. لكن في قضية المخطوفين، يعني كمان، يعني هناك أحيانا نضطر إلى التعامل، كما عندما خطف مجموعة من اللبنانيين الأفراد في، وبالمقابل جرى التبادل بينه وبين راهبات معلولة، ودخلت قطر إلى الخط. لابد من الوصول الى يعني الى حلول عملانيه. حلول عملانيه، لكن نحن نستمر في تقويه الدوله اللبنانيه والاجهزه.
طب لكن هناك أيضا تعامل أمني وتضييقات يتعرض لها نشطاء سوريون في لبنان، من مداهمات إلى اعتقال إلى حتى صحيح. ضرب، إلى ضرب مبرح في أجهزة الأمن. صحيح صحيح، هذا يعني نقوم بما نستطيع أن نردع هذه الأجهزة. هناك أجهزة في لبنان موالية للنظام السوري، لكن نقوم بما نستطيع كحركة داعمة للشعب السوري، كسياسيين ومجتمع مدني وإلى آخره، داعمة للشعب السوري. شو رأيك بالوجود السوري الجديد في لبنان؟ يعني هل أنت تشارك أو مطلع على النتاج الثقافي السوري في لبنان بعد العام 2011، من معارض إلى مسرح إلى فن إلى موسيقى؟ الشعب السوري خلاق، خلاق جدا بكل المجالات، بكل المجالات. ولست من هذا النهج العنصري لبعض اللبنانيين الذين يرفضون ويريدون حتى طرد اللاجئين السوريين من لبنان. ولست أخشى على لبنان من الوجود السوري. عندما تنتهي الحرب سيعود السوريون إلى بلادهم وسيعيدون إعمار بلادهم. لست خائف، لست أبدا خائف، بالعكس. علينا أن نقيم مع المؤسسات الدولية، علينا أن يعني نحترم هذا اللجوء، وأن يقدم لهم الحد الأقصى من الضمانات الإنسانية، ونستفيد من الطاقات الفكرية لهذا الشعب الكبير. نعم، يعني بعيدا عن السياسة، أهديت الحكيم جعجع كتابا قبل فترة ليوسا، وكتبت له إهداء الجرائم التي ترتكب باسم الله. يعني لو أتيحت لك مثل هذه الفرصة مع الرئيس الأسد، ماذا كنت لتهديه ربما؟ يعني ربما سيرة ستالين وجرائم ستالين بحق الشعب الروسي. نعم. طب سؤال أخير وليد بيك، متى ستزور سوريا مرة أخرى؟ بعد تحرير سوريا من هذا النظام. متى ستتحرر سوريا من هذا النظام؟ ستتحرر، لست ستتحرر، لكن النضال طويل وطويل جدا، طويل جدا. لذلك المطلوب وحدة المعارضة ووحدة الكلمة العسكرية والسياسية للمعارضة السورية. نعم، هل من كلمة أخيرة لدروس سوريا، بما أنك هذا اللقاء الأول مع قلت هذا الكلام سوريا؟ فقط من أجلهم، من أجل عروبتهم، من أجل تراثهم الكبير، عندما ساهموا وإخوانهم من الوطنيين السوريين من كل المناطق دون تمييز في الثورة السورية الكبرى في مواجهة الاستعمار الفرنسي. فليتذكروا هذا الماضي المجيد وليعودوا إلى هذا التاريخ المجيد. هذا هو فقط الخلاص، خلاصهم وخلاص سوريا. نعم. وليد بيك، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، نلتقي الأسبوع المقبل، إلى اللقاء. أنا من هنا ولست هناك ولست هنا.